اليوم بتكلم عن فيتامين جدا مهم، مهم حق الأعصاب يا جماعة. إذا صار تلف بالأعصاب أو التهاب بالأعصاب أو تجريح بالأعصاب ما حد يصلحها غيره، وأيضا مهم حق الرسائل العصبية وحق الذكاء وحق سرعة البديهة، وحتى الناس اللي على أقل شيء يبكون هذا يكون ناقص عندهم، وأيضا مهم جدا حق الكبد. إنزين، هذا الفيتامين في نوعين، في نوع يذوب بالماء ونوع يذوب بالدهون. إنزين، شنو هو فيتامين البي واحد اللي هو شنو اسمه الثيامين، ولكن هو بيكمبلكس بيكمبلكس يذوب بالماء صح، ولكن في نوع ثاني شنو هو اسمه بون فوتامين. شنو اسمه بون فوتامين؟ هذا البون فوتامين شنو يلصق بالدهون، وإذا لصق بالدهون شو راح يسوي لنا، خصوصا الناس اللي عندهم اللي ياكلون سكريات وايد سكر العالي شو يسوي؟ يجرح شرايين. فضروري اذا انت مريض سكر ضروري تاخذه البن فيتامين، واذا وايد جسمك كله يخدر ضروري تاخذه. في ملاحظه جدا مهمه لازم الكل يعرفها، انا اكاونتي مو رياضي، اكاونتي هذا مو صحي، ما اتكلم عن الاغذيه لا، انا عندي شهاده تغذيه معتمده، ولكن اكاونتي ما اتكلم فيه عن تغذيه. شنو اكاونتي اتكلم عنه؟ عن الامراض والاعراض والعلاجات المساعدة بس. عندك مرض الفلاني، ترى جسمك ناقص كذا كذا كذا، شلون تاخذهم؟ اخذهم من كذا كذا كذا. هذا اكاونتي كله يا جماعة. فلا تظن مثلا تشوفني عادي اسوي دعاية مثلا عيش ومرقوق، اسوي دعاية ايس كريم، عادي 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 عادي، ولكن انا اتكلم عن الاعراض والامراض. يعني اذا كان فيك بسم الله عليكم مرض معين راح اقول لك شوف الفيديو الفلاني انا متكلم عنه وشنو العلاجات المساعده. هذا يعني يا ريت الكل يتفهمها. بعض الاشخاص مثلا يشوفوني اسوي دعايه، ما يصير انت تسولف عن الصحه، لا انا اسولف عن الاعراض والامراض والعلاجات المساعده. الف